بتكلم أبوها الراحل كل يوم واتخانت مرة واحدة في حياتها، محدش عارف ديانتها وبتقول إنها مؤمنة بالديانات الثلاثة. أهل جوزها كانوا رافضين جوازها علشان الفضيحة، رفضت تمثل في فيلم مع يوسف شاهين وفيلم تاني مع وحيد حامد. دي أسرار في حياة الفنانة لقاء الخميسي. لو عاوز تعرف بتكلم باباها الراحل إزاي وهي أصلا ديانتها إيه، وليه أهل جوزها الكابتن محمد عبد المنصف كانوا رافضين جوازها منه، وليه رفضت تشتغل مع يوسف شاهين ووحيد حامد. خليكم معايا في الفيديو ده وأنا أقول لكم كل التفاصيل. لقاء الخميس، الست اللي حيرت الناس كلها. تلاقي الواحد مش عارف هي إيه بالظبط، مسلمة ولا مسيحية، والسبب في الحيرة دي إن أبوها مسلم وأمها مسيحية، بس هي بتقول كلام جميل قوي إنها سلمت قلبها لربنا وإنها مؤمنة بالديانات الثلاثة، وقالت كمان إن كل واحد جواه ربنا وديانته، ودي حاجة بينها وبين ربنا. تخيل بقى، كانت بتصلي الفجر وممكن في نفس اليوم تروح تصلي مع مامتها في الكنيسة، مامتها كمان كانت بتصوم معاهم رمضان. لقاء درست في الإمارات وبتحب تسمع الشيخ مصطفى حسني كمان، بس تعرف إن أهل جوزها كانوا رافضين جوازهم في الأول، كانوا فاكرين إن ابنهم لو اتجوز ممثلة دي هتبقى فضيحة، مع إن لقاء كانت رافضة دور في فيلم مع المخرج الكبير يوسف شاهين علشان كان فيه بوسة وهي كانت لسه ما اتجوزتش. حتى بعد ما اتجوزت رفضت فيلم مع الكاتب الكبير وحيد حامد علشان فيه مشهد جريء، وقالت إنها عملت كده علشان أخلاقها علشان بتحب جوزها. ولما اتكلمت عن جوزها قالت انه حنين قوي وبيحب اهلها وانها بتحبه قوي علشان هو راجل يتحب. لقاء قبل كده حكت عن تجربه صعبه مرت بيها وهي لسه في المعهد، قالت انها اتخانت من واحد كانت مرتبطه بيه وانه كان معروف انه بيخون على طول. هي كانت عارفه انه عنده علاقات كتير، بس لما عرفت انه خانها سابته على طول من غير ما تقول لحد، وقالت انها مش بتمشي وهي مريحه اللي خانها وبتتعامل بالبلوك على طول. لقاء قالت كمان انها على مدار حياتها ما اتخانتش من اصحاب كتير لانها بتاخد بالها هي بتصاحب، بس برضو في ناس ضربوها من تحت الحزام، منهم ناس مش مهمين في حياتها وناس تانية مهمين خانوها. قالت كمان انها زعلت وقعدت في البيت وعانت، بس برضو تعاملت معهم بالبلوك وما ردتش على اهانتهم لانها عارفة انها من جواها كبيرة ما ينفعش ترد. وبعدين قالت حاجة مهمة، انها سكتت 7 سنين على الاهانة وفي ناس لفت من وراها علشان تاخد ادوارها في بعض الاعمال الفنية، بس دلوقتي بقت بتسامح، بتقول انها بتتعامل مع الموضوع على انه مش من نصيبها وان احنا جايين الدنيا علشان نتعلم، وطول ما هي ما بتغلط بتتعلم. لقاء بتحب باباها جدا وقالت انها لحد دلوقتي مش قادرة تتخطى ازمة رحيله، بتتكلم معاه كل يوم وحاسة انه معاها وبيرد عليها، دايما بتلجأ ليه علشان تعرف رأيه في بعض الامور وبتاخد منه القرار وبتستمد قوتها منه رغم انه مش موجود. قالت ان ابوها كان الرجل الاول والاخير في حياتها وانه كان راجل مختلف حساس طيب وكل الصفات الحلوة فيه، ما كانش بيزعقلهم بس لو الاخطاء دي اتكررت تاني كان بيبقى في عقاب، كان راجل متفهم ومتسامح. لقاء قالت ان ابوها كان صوتها الداخلي وتقول له الحاجات الحلوة والوحشة. ابوها انتهت حياته بسبب الكانسر والدكاترة قالوا انها النهاية، هما من الاول كانوا عارفين بس هي ما كانتش عارفة تواجه ولا تقبل الموقف، ولما تعب ما كانتش عاوزة تدخل تشوفه. قالت انها كانت بتزعل وبتقول لربنا ليه يعمل فيها كده، بعد ما مشي كانت مأساة بس كانت قوية جدا من بره لكن من جوه ضعيفة جدا. هي مؤمنة انه ما ماتش وانه طول الوقت موجود، لو عندها مشكلة في حاجة هي عارفة هو عايزها تعمل ايه، فعايشة بنصايحه لحد دلوقتي. في الاخر ممكن نقول ان لقاء الخميسي مثال للست المصرية القوية اللي بتواجه الصعاب وبتطلع منها اقوى. هي مش بس ممثلة موهوبة، دي كمان انسانة ليها مبادئ واخلاقها وبتحاول تعيش حياتها بطريقة تحترم فيها نفسها والناس اللي حواليها.